السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. وين ما راح؟ نعم، الشيء الذي ممكن أن يحل محله نسخة جديدة، أبديت يصير للديانة البكرية بطريقة جديدة، اللي هذا تنبأنا به أنه راح تصير الموجة اللي الآن تيجي. شنو موجة؟ منه؟ هؤلاء الذين وقفوا على المنتصف، يعني مثلا عدنان إبراهيم، حسن فرحان المالكي، ما أدري هذا العراقي شنو اسمه، الكبيسي. هذول الذين ما وصلوا شوية، حاولوا مزيج، لأنه ما زال الديانة البكرية فيها كثير من التناقضات اليوم، كثير من المشكلات والمستعصيات التي يأباها العقل، يأباها حتى الوجدان. فهؤلاء حاولوا أن ينقحوا هذه الديانة، بدأوا ينقحونها من هذه الأمور التي لا تجعل شبابهم يقبلون ببقائها، لأن الخيار الآخر هو التشيع. فماذا يصنع؟ يقول خلي أكون نسخة جديدة ليس فيها هذه النقاط السلبية، ونأخذ من التشيع بعض الأمور، فنخلق هكذا دينا أو مذهبا هجينا. ولذلك هؤلاء تجدهم يلعنون معاوية مثلا، يذمون معاوية، عندهم براءة إلى معاوية. أما بقي لك منه أبو بكر وعمر وعائشة وعثمان، شوية بقي ومع شيء من النقد على استحياء، يعني ينتقدون أيضا هؤلاء على استحياء. وعندهم أهل البيت، لا بعد أهل البيت، يعني أهل البيت توب، ماكو كلام. فالآن الشباب المثقف الذي سئم هذا التلقين وهذه العجرفة البكرية اللي موجودة، بدأ يشوف لا، أكو خيار آخر ليس هو التشيع، أكو بديل موجود، هذا البديل. فبدأ يتجهون، ما تشوفون الآن صارت شهرة عظيمة يعني لهؤلاء المشايخ الذين بدأوا يجددون في الديانة البكرية، يسوون أبديت جديد، عرفت شلون؟ يقضون على الفيروسات، على الأمور السابقة، يطلع لك فيرجن، نيو فيرجن جديد للديانة البكرية. فصار اشتهار عجيب، لأنه الشاب البكري الآن المثقف يريد بديلا، مل من هذا. بعضهم نعوذ بالله يتجه للإلحاد، بعضهم بدأ يتجه إلى هذول اللي يسمون نفسهم قرآنيين، وأنا أسميهم العمريين، حسبنا كتاب الله، لا للحديث، يعني ما يريد الحديث، هذا صبحي منصور، ما صبحي منصور، ماكو هذولا اللي يقولون بس القرآن، أي نقدر نصلي المغرب 7 ركعات باعتبار شنو؟ ليس في القرآن تحديد ركعات المغرب ولا غيرها من الصلوات، فبكيفك أنت بس القرآن خذه. وهكذا تطلع لك يعني يومياً يطلعوا لك يعني هالشكل نسخ جديدة من الدين البكري. فالشباب بدأوا يتجهوا إلى هذا. إحنا هذا هم يفيدنا، أعني بذلك هذول المشايخ، يعني حسن بن فرحان المالكي، إبراهيم العدنان، عدنان إبراهيم أو أمثالهم، كما قلت سابقا، هؤلاء يقدمون لنا خدمة جدا عظيمة، وهي ماذا؟ أنهم يأخذون الإنسان البكري إلى منتصف الطريق، إحنا نأتي بمنتصف الطريق، نأخذ إذن وصل للنهاية، موفرين علينا نصف الطريق، هذا كلش زين الحمد لله. بس شيخنا أكو مشكلة هنالك، أن البعض المتشيعين انغروا بهؤلاء، هذه لا، المتشيعين أو الشيعة أنفسهم اللي انغروا باعتبار أنه دي يقولون لا، دي يقول كلام حلو، نعم دي يقول كلام حلو جيد من صالحنا، فبدأوا يصفقون يطبلون لهم، جيد خلي يصفقون يطبلون، حفلة الكل يصفق يطبل بها، شو المشكلة يعني؟ خلي الكل يستانسون هالشكل، الحمد لله، يعني يستانسون عليه أنه والله لا، ده يقول خوش كلام ود معاوية، ده يقول فهو هم يضطر المسكين هذا عدنان إبراهيم، لأنه هو يعاني ترى من عقدة نقص في نفسه، عنده شوية انهزام داخلي، ما عنده شجاعة نفسية كثيرة أو شجاعة أدبية، فيريد حتى يعوض هذا النقص لما يشوف الشيعة هم ده يمدحوه كثيرا، جماعة البكريين يهاجمونه، أنه شوف هذا دليل أنك أنت عميل للشيعة، أنت رافضي أصلا، أنت شيرازي قالوا عنه، قالت الشيرازي تصدق طلع من جماعتنا ما ندري عنه.
ما أدري لهالدرجة إحنا شيرازيين متغلغلين كل مكان قادرين. والله زين ما كنت أدري الجهاز السري مالنا يقدر يوظف هالشكل يوظف هالشكل عملاء لنا. فقالوا عنا حتى شيرازي، فهو حتى يدفع التهمة عن نفسه شو يسوي؟ يهاجم التشيع، فيسوي له كم محاضرة أو كم خطبة كما بلغني اللي يهاجم الشيعة، يهاجمني أنا شخصيا، يسبني أيضا سباب، عرفت شلون؟ إيه ويكذب علي أصلا، يقول أنه أنا دعوته للقناة حتى، لا مو للمناظرة حسب الدعاء، أنا شفت هذا المقطع أتأكد زين، قال أنا دعوته لإلقاء محاضرات في قناة فدك إنزين، وهو رفض لأنه لا أريد أن أكون يعني ضمن أجندة ياسر الحبيب. هذا الدليل يعني يريد أن يأخذ شهادة حسن سير وسلوك من البكرين. أولا هذا كذب، لا أحد دعا، أولا الكل يعلم أنه أنا لا أدعو أحدا، أنا لست لا أدير القناة للعلم، يعني أي واحد اللي يفهم يدري هذا الشيء إنزين. ثانيا هم سألت الإخوة في القناة أنه هل أحد منكم دعا لذلك؟ الوحيد قال عبد الله خالد قال دعوته لمناظرة، وهو قبل ثم تراجع، يعني وضع شروط تعجيزية أنه لازم أنا أنتقل أو شيء من هذا الغير، ما أتذكر التفصيل الحقيقة، ممكن الأخ عبد الله يساعدنا أكثر. أنه لازم نروح للنمسا، زي أنا أخو رجال بدون لا جنسية ولا جواز حتى أروح، لكن وليش يعني ليش لازم هاي الطريقة؟ أنا أتعجب من هاي الشروط التعجيزية التي يضعونها، يضعون لك شروط فنية تعجيزية كأنه الأمر المناظرة يتوقف إلا أنه إحنا نروح له أو هو يأتينا. يا أخي ليش ماكو وسائل اتصال، ماكو الآن بث عن طريق الأقمار الصناعية، ماكو عن طريق الإنترنت، ماكو على الأقل تليفون، يعني المناظرة تتم بأبسط وسائل تقنية الآن، لا يتوقف الأمر على أنه لازم نروح آتيك أو تأتينا. أما مستعد يعني بهالطريقة يخلونا شكل شروط، ما يريد أن يصرح صراحة أنه أنا رفضت حتى لا يطلع منهزم وجبان، فيطلع لك هذا كان بعدين يبكي. فقال أنا لا أريد أن أكون ضمن أجندة ياسر. شنو هذا الكلام؟ أي أجندة؟ أي بطيخ؟ ما حد دعاك لإلقاء محاضرات يا ابن الحلال، دعيناك حتى تتناظر ككل شيوخ البكري، ما قبلت أنت، طيب شو نسوي لك؟ أم بعدين تسوي لنا بكائية عند المخالفين وتصور نفسك أنك لا أنت يعني حريص على عرض أم المؤمنين وصاير لي يعني بطل في هذا الجانب، تريد أن تدفع التهمة عن نفسك، وانت من جانب تروح يعني تبكي من ان المخالفيك او مناوئيك من الوهابيه والسلفيه وغيرهم يسبونك باقذع الالفاظ وان هذا ليس من الاخلاق وكذا، وانت هم تسبنا في المقابل. يعني هو للعلم اكثر كما قلت لكم سابقا بالمقدار الذي انا اطلعت عليه من كلامه، هو مشهد تمثيلي اكثر من كونه حقيقه علميه. هذا عدنان إبراهيم مشهد تمثيلي، يعني نعم كم من المعلومات عنده صحيح، بحر من المعلومات، أما بعمق شبر واحد عرفت شلون؟ عمق علمي ما عنده أبدا على الإطلاق. الشكل ها؟ عمرو خالد؟ لا هذا بعد هذا الشيء، هذا عمرو خالد هذا الشيء، لا يا أخي هذا الشيء، هذا حتى أصلا ما عنده، حتى ما يعرف كوع من بوع. اي قاص، هذا قاص، قاص هالشكل، ما الحكاية حكاية عجايز يجيب لك مال قبل النوم تنيم ابنك عليه خلص كذا. حكواتي حكواتي، لا هذا مو هكذا، هذا مو حكواتي عدنان إبراهيم، أما هذا عنده معلومات، عنده شيء من الاستنتاجات بس مو عميق أبدا، ليس عميقا. وقلت لك لما الشخص ما يكون شجاع في نفسيته، يعني ما عنده الإباء الديني الحقيقي الذي يستطيع به أن يرفض أكبر رمز، يكون شجاع، يكون بطل، وما يستشعر التصاغر في نفسه، على كل صيحة ناس شوي يصيحون عليه منا ينهار ويبدي بعد يبدي لك بشنو مظلومية، ويبدأ لك بعد النعي والمقتل واللطم وآخر شيء يختمها 7 مرات أما يجيب المضطر إذا دعاه تعال أمنه، يعني كلش يعني كثير يعني عنده. أما ذاك الشيخ حسن بن فرحان المالكي، لا هذا زين، يعني هذا فاهم عالم محقق يفهم يعني أفضل من ذاك بكثير، وهذا جدا أيضا مريحنا على الآخر،
يجيبهم حتى مو نص الطريق، ثلاثة أرباع الطريق جايب، باقي لنا بس ربع، صدقوني بس ربع باقي. يعني أي واحد اللي الآن متأثر بهذا الرجل فبينه وبين التشيع خطوة، التشيع الكامل. أصلا يمكن تسميته الرجل شيعي، ترى إلى حد كبير هو شيعي، يعني في أفكاره في متبنياته نعم يمكن يختلف مع التشيع التقليدي كما يقال، لكن هذا بالنتيجة الذي عنده هو نوع من أنواع التشيع بالنتيجة. فالأمة إلى خير، إحنا متفائلين يعني بشكل عام، الأمة إلى خير لأنه السجون ولت، القيود فكت وكسرت بحمد الله تعالى، وكان ذلك ببركة هذه الثورة التقنية في الواقع. يعني لولا هذه الفضائيات والإنترنت الحر، وأن الآن تستطيع بالتليفون وبالموبايل تستطيع أن تصل إلى كل ما تريد من معلومات، ما حد بعد الآن يستطيع أن يحجب أي صوت في العالم. فالصوت الرافضي واصل إلى كل بيت بحمد الله تعالى، يدك عروش الطغيان، يدك عروش الضلال، وما هي إلا سنوات كما قلت لكم، سنوات والشيعة يغدون أكثرية بإذن الله تعالى، وثم بعد ذلك وخاصة مع ظهور إمامنا عليه الصلاة والسلام، فهذه النسخة الباطلة من الإسلام والنسخ الأخرى الباطلة حتى عن الشرائع السابقة، يعني النصرانية اليهودية وغيرها، كلها تزول والإلحاد يزول. ليظهرن الله عز وجل دينه على الدين كله، هذا وعد الله عز وجل لابد يصير.